السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تخيل أن حياتك كلها عبارة عن حلم وصحيت لقيت نفسك كديس. دي فكرة لعبتنا اليوم، أنه نلعب كديسة. فبسم الله نبدأ. في يوم من الأيام كان هنالك كديسة. كدايس، كديسة معناها قطة. أسينا في 4 كدايس، حنمشي ننوم مع الكدايس ديل ونشوف يصحى الصباح يلعب شنو. وا كديسة، كديسة صحت صحت اخوانه ولا جيرانه ولا الناس اللي معاه، ولا هم صاحين اصلا. واو، الموسيقى حقت اللعبة ظابطة شديد. Inside the wall، داخل الجدار. فهذه الشابتر الأول، ونحن الظاهر نحن في أنا في مكان فيه أنابيب وشجر، وأنابيب وشجرة طالعة من الأنبوب. أيوة، بدينا نحن عبارة عن كديسة في عالم واسديس. lift all to meow. كيف lift all؟ شوف الكديسة بتقول لكم شنو. يلا يلا رح نتيم اللعبة، نمشي. شوف والله ما شاء الله مكان أسطوري. مستر عشان نوت، كيف نجرب؟ شفت؟ ايوه شفت والله، زي باقي الالعاب ننط ونجرب. شفت هنا في شجر في حق الله. الله، خلاص خلاص، كفو كفو. يعني اذا كنت يوم حاسس انك تقدر تجرب شعور الكديسة، تعال العب اللعبة دي. خلينا نتبعهم. يعني نحن أو هنا في حاجة، أوه نشرب موية. خلاص كفاك كفاك بعد. أو في موية تانية أشرب تاني، ما مشكلة. خلاص كفاك كفاك، الحق ما يفوتوا. إن شاء الله ما تقع فينا بس. أيوة. نحن وين؟ نحن بعدين ننزل بيجاي نمشي. ونطلع في الحيطة دي حتى بس تقع هنا. الله يرحمك، قال لك هولد وشين جمب. خلاص يعني حيث اللعبة لحد الآن كويسة يعني. ما علينا نمشي نكمل. هاي نقدر نخش لتحت ما شاء الله. أسي أوه ماي جاد، دي هولتو. أوه ماي جاد، أسي كان إذا زلقت هنا يو ار ديد. علي علي نمشي. خلينا ننزل هنا. أيوة نط. خايف ولا شنو؟ لا سب، تعالوا يا ثبتوني. شنو انت عين بعين فيني؟ كيف يا لا اله الا الله، وقعت وين انا؟ شكله قاعد
تخرج ولا شنو؟ يعني كده قال لك ما تصاحب الصحبة السيئة، شوف أصدقاء السوء رموا ولك وبس بيقعدوا يعاينوا فيك كده بس. أو ماي جاد، عينك كسرت الكرة عليك. لا إله إلا الله. أو ماي جاد، ما قادر يمشي ذاته. أمشي أمشي. لا مات، الله يرحمه. أوه في كهرباء. أيوة طبعا عليك، خلينا نصور يعني. في كهرباء والله، كهرباء معناه في بشر صح؟ ولا دي آلات؟ على في بشر ولا ما في بشر؟ خلينا نكمل نشوف، في نكتشف هل في بشر ولا ما في بشر. خلاص انت امشي، شنو وراح بس بيقدر يجر صح؟ اجر على الله. دي شنو اللمبة دي؟ لسه مفتوح كويس، خلينا نخش. لسه نخش كيف؟ ولا بنقدر نخش بيناتهم؟ الله يقدر. ديد سيتي، المدينة الميتة. خلينا نشوف، خلاص نشوف المدينة الميتة. بسم الله الرحمن الرحيم. الولد اختفى وين؟ دخل هنا؟ خلاص خليه معلم ملو، خلينا نمشي قدام. السلام عليكم، انقذوني. شنو؟ نعم تعال انقذني. غايتو ناس كاميرات اخر الزمن. هناك جا قال لنا. هنا لسه يعني نمشي هنا يعني، قاعد تغبي برضه هيوروك تمشي. هلب، في واحد داير مساعدة، واحد داير مساعد، خلينا نمشي نساعد دي. حتى يعني لو حياتك عبارة عن كديسة. هنا قال لي امشي بعجال. امشي وين؟ هنا وين امشي؟ نطلع فوق. الله، نمشي بعجال، خلينا نطلع هنا. بس في واحد قاعد يستناني عشان انه اجي واساعده. خلينا نمشي دقيقة. وين؟ طيب دقيقة، ما دام اني الباب ده مقفل، انا تخيلته مفتوح، فالباب ده مقفل. خلينا نطلع. هل تتوقعون اني اموت لو مشيت هنا؟ بسم الله ما بقدر امشي، لازم نجيب حاجة نوقف بها المروحة او نقطع الكهرباء. لا نقطع الكهرباء صاحبي، كيف يتواصل معي؟ هو الدار محتاج. ايوه بس نشيلها، نمشي نقفل بها المروحة صح؟ كيف اخدتها؟ ايوه نقدر نمشي. هسه الحاجة دي شنو دي؟ الله، هسه تحس بشعور، تحس بشعور الكدايس وهم قاعد يرموا الحاجات. بعدين نمشي صح؟ ايوه نمشي هنا، نمشي فوق فوق الى هنا. ايوه يا اخي، اي حاجة بلقاها طوالي بيجي برميها عشان شنو؟ تحس بال الله 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 الله، كسرت لا اللي ناي، كسرت ال القزازة. فلومي نجيك طوال، نحن لو كنت تحت اي ارض او فوق اي لا استغفر الله، العكس تحت اي سماء او فوق اي ارض. نشرب مويه، المرحله دي كلها تعبتني، خلينا نشرب مويه حبه. خلاص كفاك انت بعد، خلينا نكمل حياتنا. خلينا ننزل بعدي، فين انه ما في خيار تاني، ف نمشي بعد ذاك. وين صاحبي ذاك؟ اي قال لي امشي بعد جاي. خلينا نمشي بقى جاي، نمشي فوق فوق. وين؟ دقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم. انت داير مساعدة؟ انت كنت قاعد تقول لي هناي تحتاج مساعدة، تعال تعال نساعدك. قتلته؟ لا دقيقة، قتلته؟ قتلت الواحد اللي محتاج مساعدة صح؟
آسف يا معلم، دقيقة ساعده كيف؟ دقيقة، قال لي امشي هنا ولا ده، ولا ده واحد ساي؟ ما لا لا، واحد ساي كان اللي قتلته ده، هو كان محتاج مساعدة، كان هو محتاج مساعدة لأنه أنا أختلف، لكن ما هو قاعد يقول لي هلب وشنو ما عارف. وبما إنه مات أنا معلوم له، خلينا نكمل طريقنا في حياتنا. ننزل ويا جاي. الله 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 الله، معلوم كتار كده كلهم بعينه فيني، الله يرحمني. متنا متنا. اير 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 هول شفت، خلينا نجر. لوب 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 لوب، لازم نحوس بيناتهم، يعني لازم نفعل وضعية نيمار. نيمار رونالدينهو، وي بي 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 بي، يمين يسار يمين يسار يمين يمين يمين، ولا لا 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 لا، واب واب يا خنا كريستيانو. لا 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 لا، خلاص خلاص، ما تمدح نفسك يا محمود، اول ما مدحت نفسي طوالي. لا 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 لا، زحوا زحوا، قال لي يمشي شمال، خلينا نمشي نمشي شمال. او ماي جاد او ماي جاد، لا 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 لا، زحوا زحوا. نيمار نيمار رونالدينهو كريستيانو رونالدو، واب 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 واب، يحوس على الاول والثاني والثالث. قال لي امشي. ايوه خلاص كذا انتهينا من وضعية نيمار وكريستيانو وميسي، علينا نكمل حياتنا. قالوا مي وين كذا، هنا نمشي فوق يعني. ده شنو السهم على تحت؟ انزل تحت حموت ولا امشي قدامه؟ دي خلينا نمشي فوق المكيف ده، نمشي قدام. وين نمشي؟ تحت نمشي تحت، نمشي المكيف ده، نمشي هنا، بعدين نمشي للبيجاي ده، نمشي. يا اخي انا نفسي اعرف ده منو داير مساعدتي يا اخي. ان شاء الله بس يكون عنده اكل، يكون عنده كده تونة مع سردين. الله احسن حاجة. او ماي جاد، حتى صوت الوقعة حقتها ما سمعت، يعني كان وقعت الله يرحمني، حتى لو كنت كديس. دقيقة وين وين، دقيقة امشي امشي قدام قدام، لكن وين اموت؟ ولا بالمكيف اللي جاي؟ دقيقة، ولا ما بالمكيف اللي جاي؟ نعمل نوقع عشان نعمل جسر، وبعدين نمشي على الجسر ده. خلينا نمشي نمشي هنا، قال لي كمان نمشي يمين، نخش نكسر القزاز، ولا ما يحتاج نكسره، ننزل طوالي. نحن في مغسلة هنا. ليش نلاس يمشي شمال هناك؟ بقدر اطلع فوق دي؟ طيب امشي 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 هناك كيف؟ امشي هناك كيف طيب؟ ايوه امشي الحتة دي. طيب امشي الحتة دي كيف؟ اطلع فوق ديل ولا امشي وين؟ امشي وين؟ ايوه بقدر احرك دي، خليها علينا نحركها، نوديها هناك. لا لا ما ترجعي، وبعدين نطلع بيجي صح؟ الحمد لله. دي يقول لي نعم نعم، شكرا شكرا. وبعدين نمشي هنا ونمشي نساعد الزول ده، خلينا نصل له. نطلع بيت. لا لا او ماي جاد، تخيلت اني حقعد تحت وخلاص، اعيد نمشي حل تاني. طيب بس نمشي وين؟ نمشي بيجاي طبعا، هنمشي بيجاي، خلينا نطلع نمشي بيجاي. طيب تاني وين نمشي؟ اوه نمشي بيجاي، كويس انه قاعد يدلني على الحتة اللي بمشي لها. طيب العصاية دي لازم نطلع فوق عشان نوقع، عشان نعمل بيها جسر ونقدر. ايوه
لأن مشيت على نمشي وين، كويس إنه قاعد يورينا الطريق يعني، ولا كنت ناسي لسه في المرحلة الأولى. خلينا نمشي. أي أنا ماشي في الطريق الصحيح. أيوه أمشي لهناك وتاني أمشي لهناك، ما عندك أي مشكلة. خلينا نمشي. تاني نمشي وين؟ تاني نمشي. آه لا أنزل أنزل معي. خلينا نمشي فوق. خلينا نمشي بالجسر ده. ثاني وين؟ دقيقة نمشي هنا واضحة يا محمود، ولا أحتاج مساعداته هنا. نمشي. لا هسه يحتاج مساعدات. آه لا لا ما يحتاج. وين؟ خلينا نكمل نمشي. أوه وصلنا هسه، وصلنا الحتة وقعت. أوه ماي جاد، هنا اه في الضوء هنا يعني. نمشي هنا. مكيف، نحتاج حاجة نوقف فيها المكيف. دقيقة نحتاج يا نوقف نفصله من الكهرباء، نكسر اللمبة اللي فوق ولا ديش ندى. اي قفلنا الفصل. اه ما شاء الله تقنياتهم متطورة. داسك بطارية دي ولا شنو؟ المهم فصلنا المكيف لك. اوه ماي جاد، ذا فلات.